مشاهدينا، برحب بيكم وحلقة جديدة من كاميرا العقارية. زي ما عودناكم احنا معاكم النهاردة في تغطية معرض فيرنكس. هنقدم لكم تغطية خاصة ولقاءات متنوعة ولقاء الخاص مع وزير التجارة والصناعة طارق أبيل. تابعونا. لا، الحقيقة طبعا مرض رائع، لأنه الواحد طبعا مساحة كبيرة جدا. كل يمكن أقدر أقول من اللي أنا شفته حوالي 90% من المعروضات معروضات مصرية، ودي مهمة جدا. في ناس كانت في التجارة قلبت إلى الصناعة وبدأت تصنع للسوق المحلي أو بتصدر. التصنيع للسوق المحلي او توريد للسوق المحلي في نفس اهميه التصدير، لانه السوق المحلي سوق كبير وبينمو، واحنا بننمو 2.5 مليون نسمه كل سنه. جوده المنتجات اللي شفتها الحقيقه حاجه تفرح الواحد، يكون فخور بيها وفخور بالصناعه المصريه وصناعه الاساس. متوقع ان هيبقى في اقبال قوي؟ اعتقد طبعا، يعني من اللي انا شفته لازم يكون في اقبال قوي، واللي انا عارفه كمان ان في اكتر من 100، يمكن من 180 مشتري اجنبي جايين بيزوروا المعرض. فدي هتكون فرصه للصناع المصريين ان هم يبتدوا يبقى في باب خارجي ليهم يصدروا البضاعه، بالاضافه الى المعارض الخارجيه.
فهي فكرة ان احنا بندعو ناس من بره بيجوا هنا كأننا احنا بنعمل معرض خارجي لكن جايبين البايرز او المشترين هنا. فدي حاجة مهمة جدا، حاجة بتنمي الصناعة. كل ما السوق بيكبر كل ما هتلاقي مستثمرين اكتر سواء داخلين او خارجين جوه هذه الصناعة، ودي حاجة كويسة قوي. نتائج زيارة دمياط امس؟ دمياط الزيارة كويسة جدا. احنا كنت رايح بتفقد احنا بدأنا خلاص نشتغل في البنية الأساسية بتاعت المشروع. بنينا المركز التكنولوجيا، مركز التكنولوجيا فيه أحدث ماكينات يعني عايز أقول في العالم، في بعض الماكينات مش موجودة غير هناك، دي حاجة بتساعد الصناع. بدأنا عملنا مركز التصميم اللي هيساعد انه ينقل الذوق الدمياطي انه يفضل كلاسيك زي ما هو دلوقتي، بس يقدر يعمل حاجات مختلفة السوق اللي بيحتاجها. فالحمد لله المشروع ماشي بشكل كويس وان شاء الله هيتسلم في اقل من سنة.
كنا معكم مشاهدينا من افتتاح معرض فيرنكس اللي بيقام في أرض المعارض. قدمنا لكم تغطية خاصة ولقاء خاص مع وزير التجارة والصناعة طارق أبيل، وبكده حلقتنا خلصت. استنونا في حلقة جديدة وتغطية خاصة لمعرض فيرنكس.